ذلك أنسى منشن، أرجوك صدقيني. سالي، أعرف من الذي فعل هذا ومن الذي أحضر هذه الأشياء. منتهى الجرأة أن تسمحا لمنظف المداخن وبيتر أن يحضراها إلى هنا. يمكن أن تكون هذه الأشياء مسروقة. جيمس، لا تتوانى في أخذها حالا. نعم أنسى منشن. سالي، لن أسمح لك بالبقاء في هذه العلية بعد الآن. تعالي. الآن سماشن أمرت أن تنامي هنا منذ هذه الليلة، أتفهمين؟ احلمي كما يحلو لك. بدأ النهار. إيميلي، كانت ليلة باردة، أليس كذلك؟ إيميلي، أتعلمين أين نحن؟ نعم، كان هذا إسطبل الحصان السريع الذي اشتراه والدي. انتظر سريع. أنستي؟ نعم إيميلي، أخيرا جئنا لنسكن في هذا الإسطبل حيث كان حصاني السريع يسكن. يجب أن أذهب لعملي الآن. إيميلي، ستشعرين الآن بالبرد والوحدة، تحملي من أجلي. آسفة يا أبي لأنني أحضرتك إلى هذا المكان. أمي، أرجوك سامحيني. إلى اللقاء. Thank you.
أنستي. أنستي. عزيزتي سالي. عزيزتي سالي، كم كنت قلقة على مكان نومك الليلة الماضية. شكرا فيكي، استطعت أن أنام قليلا على بعض القش. ها؟ نمتي في الإسطبل إذن؟ نعم، لا أستطيع عمل شيء، هذا هو قدري، يجب أن أتحمل. عزيزتي. حسنا، نمت نوما جيدا. طبعا عزيزي، أصبح لديك بطانية جيدة. صباح الخير آنسة مولي وسيد جيمس. صباح الخير. لقد خرجت من سريرك، الآن كنا نتكلم عن البطانيات التي أخذناها منك الليلة الماضية. سالي، أنت منزعجة لأننا استخدمنا أشياءك الشخصية، ها؟ أليس كذلك؟ لا، لا أنستي. الآنسة منشن طلبت أن نأخذ منك كل ما تملكين. هيا هيا، عليك أن تبدأي بتجهيز الطعام، لا تضيعي الوقت في إشعال النار. هذا أنسة مولي. ماما. عزيزتي سالي، أهلا لوتي وأرمينغارد. ماما سالي، هل أنت بخير؟ حينما رأيتهم يأخذونك إلى الخارج الليلة الماضية كنت خائفة أن يطردوك من هذا المعهد. نعم، لم أستطع النوم بسبب القلق. شكرا لك لوتي، وأنت يا أرمينغارد، لكن لا تقلقا من أجلي، أنا لم أطرد، لازلت أعمل، المهم أني أراكما دائما. إذا ماما، إلى أي غرفة انتقلت الآن؟ أية غرفة؟ إنها هيا أخبريهن. بما أنها تسببت في إغضاب الآنسة منشن، فالإسطابل هو المكان المناسب لها لتنام فيه هذا اليوم. ها؟ الإسطابل؟ هل أنا مخطئة؟ ما الأمر؟ الجميع يريدن أن يعرفن، لماذا لا تخبريهن بنفسك؟ صحيح، مثل ما تقولين، أسكن في الإسطابل، أنا لا أخجل من ذلك. سمعتن هذا؟ أليس كذلك؟ إن هذه الآنسة تسكن الآن في إسطبل الحصان الذي كان لها في يوم ما. سالي. ماما. صباح الخير آنسة منشن. صباح الخير آنسة منشن. صباح الخير. صباح الخير آنساتي. صباح ال... اصمتي. كيف تجرؤين وتلقين علي التحية؟ لم أغفر لك بعد ما فعلت معي بالأمس، هل نسيتي؟ يا أختي. هذا يكفي، اذهبي بسرعة إلى المطبخ. نعم آنسة منشن. أين كنت؟ الجو بارد اليوم، يجب أن توقد النار في غرفة الصف قبل أن توبخك الآنسة منشن، هيا تحركي. نعم آنسة مولي. زكام. ماذا أفعل؟ الفحم مبتل. الفحم مبتل، كنت تدفئين نفسك أليس كذلك؟ تحركي.
آنساتي، أقدم لكن السيدة باسكال التي ستعلمكن الفرنسية من اليوم فصاعدا. هل أنهيت عملك سالي؟ لماذا أنت هنا؟ هيا اخرجي، اخرجي في الحال. نعم آنسة مينشن. آنساتي، أنا المسؤولة عن صفكن من اليوم فصاعدا، تشرفت بمعرفتكن. ونحن أيضا. الآن اغسلي هذه جيداً ولمعيها. لكن آنستي، ما الأمر بك؟ أنتما لن تحتاجان لفضيات كهذه، أليس كذلك؟ ستكون في أمان معي، اطمئنا. إنها تؤلم. سالي، اذهبي للسوق. حاضر سيد جيمس. ماذا تقول جيمس؟ هل نسيت ما قالته الآنسة مينشن لنا؟ ماذا يا إلهي؟ يجب أن لا أدع سالي تخرج. هذا صحيح، الآنسة مينشن تخشى أن تأخذ شيئاً من بيتر لتأكله. أعرف ذلك، إذن التسوق من واجبات فيكي من اليوم فصاعداً. فهمت. لا بأس عزيزتي، إلى اللقاء. آسفة على إزعاجك فيكي، لكن إذا رأيت بيتر في السوق قولي له إني بخير. سأفعل آنستي. سالي، أين أنت؟ يجب أن تساعديني في المطبخ، هيا. حاضر آنسة مولي. أخبرني كيف حال الفتاة الصغيرة في المنزل المجاور يا رامداس. آسف يا سيدي، فالخادمة التي تدعى فيكي ذهبت للتسوق وحدها. أستغرب إن كانت معاقبة بشدة من أجل قضية الليلة الماضية. أنا خائف من أن هذا قد حصل يا سيدي. من المؤكد أن جميع الأشياء التي أرسلتها إليها قد أخذت منها يا سيدي. يا للمسكينة. خذي، عرضيها للشمس. نعم. آسفة جدا، لقد أخذوا مني كل شيء، ماذا أفعل؟ هذا أقل سعر له. ماذا؟ الآنسة الصغيرة تسكن في الإسطابل؟ نعم بيتر، الآنسة مينشن مقتنعة أنك أنت من أحضر الأطباق الفضية إلى المعهد. نعم، هي مقتنعة بهذا تماما. فعلا هذا هراء. مع أن الآنسة الصغيرة قالت ألا أزعج نفسي، إلا أنني حزينة جدا عليها، ماذا أفعل؟ اهدئي فيكي. حسنا يا فيكي، سأذهب معك. لا أستطيع ترك الآنسة الصغيرة على ما هي عليه. بيتر.
حسنا، حتى بيتر أو منظف المداخن لن يستطيع أن يدخل الغرفة الآن، هذا كاف. الفئران قد حفرت في هذا المكان، أعطني هذه، هيا. ميل، سامحني. إنه يؤلمني. حسنا، سأساعدك. اذهبي إلى الجحيم فئران. إنه يؤلمني تبا. مرحبا ديكي. أنستي، أتعرفين من أتى معي؟ إنه بيتر. نعم، بيتر هنا. بيتر. أنستي. لماذا أتيت إلى مكان بعيد كهذا؟ أنستي، لقد جئت إلى هنا من أجلك. أنستي، لا أستطيع أن أحتمل مطلقا أن تكوني مسجونة في هذا المعهد القاسي. أرجوك تعالي معي إلى بيتي أنستي. إنه صغير ومهلهل، لكنني سأتدبر أن تأكلي وتنامي. إنه أفضل بكثير من البقاء هنا. أنستي، شكرا لك بيتر، لكن هذا مستحيل، لا أستطيع ترك المكان. لماذا؟ لماذا لا تستطيعين تركه؟ افهمني جيدا، أحاول أن أتغلب على ضعفي، وسأهزم إذا هربت الآن. سأهزم لأنني ضعيفة جدا، أعرف ذلك. أنستي، لافينيا، أخبريني، لماذا يجب أن تكوني قاسية هكذا مع سالي؟ لماذا تكرهينها إلى هذا الحد؟ تسأليني لماذا أكره سالي إلى هذا الحد؟ نعم، أنا لا أكره سالي الآن. ماذا؟ حسناً، من الجائز أنني كرهت سالي حينما رأيتها، لأنها كانت أغنى مني وتتقن الفرنسية أكثر مني وترتدي ثياباً جميلة، لكن الأمور قد تبدلت. نعم، لقد تغيرت الآن. لن تستطيع سالي أن تكون أغنى مني، إنها الآن مجرد خادمة فقط. ورغم هذا ما زلت منزعجة منها، إنها تزعجني كثيرا. لكن لماذا؟ سأخبرك لماذا أكرهها، لأن سالي لا تظهر تأثرها بما حدث لها، إنها مغرورة جدا ومتكبرة، ولهذا لن أغفر لها أبدا. أنستي. نعم. هل ستنامين في الإسطبل هذه الليلة أيضا؟ لابد من هذا. لا تفعلي ذلك أنستي، إذا نمت في مكان متسخ كهذا وبسبب البرد ستصابين بالمرض. لكن هيا معي سالي لنذهب إلى عليتي.
لدي أغطية كافية، نستطيع أن نطفئ أنفسنا. ميكي. لن أسمح لكما بعمل هذا. الآنسة منشن طلبت مني أن أوقع أقصى درجات العقاب عليك سالي. بيكي، يجب أن تذهبي إلى العلية. حاضر. حسناً آنستي، تصبحين على خير. تصبحين على خير بيكي. وأنت اذهبي إلى الإسطابل. نعم آنسة مولي، تصبحين على خير. عندما تقوم سالي بعمل خير، لا تجد من الآنسة منشن إلا التوبيخ، وخاصة عندما قامت بالسهر على راحة الآنسة إيميليا بعد سقوطها في بركة ماء، فسالي في نظر الآنسة منشن مكانها المطبخ.